الإخوان والأخوات متابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا شهر مبروك، الله يدخل علينا جميع هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركة. موضوعنا اليوم على حديقة أو جنان الحارتي، كيف موالفين كنقولوا جنان الحارتي، وشكون اللي ما كيعرفوش في مراكش وخارجها، حيث كان مزار وباقي المدينة كيتميز بالجمال والهدوء والخضورة. كيتوجد هذا الجنان منطقة ديريز بالقرب من البريد، كيرجع الاسم ديالو لشي عائلة في القدم. كيتعتبر هذا الجنان متنفس للمنطقة اللي عامرة كثرة الحركة. كان هذا الجنان شاسع المساحة، وفي عهد الاستعمار الفرنسي تقطع منه ملعب الحارتي ديال كرة القدم وملعب التنس وملعب الركبي، ومن بعد فترة أخرى تقطع منه كذلك المقر ديال غرفة التجارة والصناعة. بالإضافة لكونه مكان التنزه، كتميزه كثرة المغروسات المتنوعة وأشجار كيتجاوز تاريخها 200 سنة، وأخرى تجلبت من مناطق مختلفة من أنحاء العالم، إضافة إلى أحواض المياه المتقاطعة النافورات اللي كتنتشر فيه. وكذلك يمثل هذا الجنان جزء من ذاكرة المدينة، حيث كان كيتعد وجهة ثقافية مهمة. فيه تلقى الجيل المؤسس من المسرحيين تكوينهم مع دروجي غيني في عهد الحماية الفرنسية، وفيه تنشأ أول مسرح بمواصفات ممتازة، وفيه كذلك تلقى العشرات من الموسيقيين دروسهم على يد مولاي عبد الله الوزاني أحد أعلام الطرب الآلة. وضوت قاعة الزجاج معلمة ثقافية كبيرة، كيصعب على أي كان إزاحتها من التاريخ المعاصر للمدينة، وهي القاعة اللي احتضنت العديد من اللقاءات الثقافية، ومنها مثلا ربيع مراكش الثقافي، وبها لقى كبار المثقفين من العالم العربي المحاضرات ديالهم، بحال المرحوم عادل الجابري، طيب التيزيني، وعبد الله العروي، وأدونيس، وسميح القاسم، وغيرهم من أعلام الفكر والإبداع. في نفس القاعة تلقى الجيل الأول من الجامعة ديال القاضي عياض، اللي لم تكن بعد مؤسسة قد بنيت بعد المحاضرات ديالهم. كما كانت بها حديقة الحيوان، وكان كيتنظم في هذا الجنان هنا كذلك المعرض، وفي الفضاء هذا الجنان تنظم الملتقى الدولي للنحت اللي شارك فيه كبار النحاتين العالميين. وحتى اليوم مازال جنان الحارتي مزار للكتاب والمبدعين من أبناء مراكش، وكذلك من اللي يقصدوها من مختلف أنحاء العالم. حتى هنا غادي نودعكم، تنتلقاو في حلقة مزيان إن شاء الله تعالى. ما تنسوش تنضموا للقناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد، مع أصدق التحيات.